أنا طبعا رح أسألك أكثر عن جديدك وعن يعني أشياء كثير، ولكن بدي أسمع كمان رأي بما أنه عم نحكي عن استعداداتك للأستاذ جيجي لامارا، اللي بنعرف يعني أنه انطلاقتك واسمك هيك واسمه ارتبطوا ببعض. نسمعه ومنتابع. لما بلشت أنا أشتغل معها كانت نانسي مثل العجينة، يعني مطيعة جدا، وهيدا سر نجاح الفنان. يعني أنا عندي الشكل الحسن وعندي الموهبة وكمان عندي اللي بيسمع الكلمة، يعني إنه هي مقتنعة، مش يعني إني أنا بفرض عليها. بالعكس، نانسي في بعض أغاني كانت تختارهم هي، وكانوا من أنجح الأغاني. اللي كان من قبلك أنت وأنت مش جنبي ما كنتش عايشة فيه. كتار راهنوا انه نانسي تجوزت ونانسي خلصت ونانسي بدها تتاخر وهيدا. انا بحب اني اقول طول ما الفنان بحب فنه ومتابع شغله يعني فقره بفقره، هيدا ما بيتراجع. والدليل انه نحن لا اولادي انا عم شوفها ولا هي البنت بنتها، يعني بتسافر نهار تاني نهار بتلاقيها الصبح رجعت. ما بيأثر على الفنان طول ما هو مسابر بشغله بفنه وواعي على كل شيء. في كتير ناس عم بيراهنوا على خلافي مع نانسي وعلى شيء. أنا بدي أحب أقول لهم شغلة، ممكن أن يكون عم فتش على حدا غير نانسي، ومزبوطة هيدي، يمكن عم فتش على بنتها. بآخر هاللقاء إذا بدي وجه شغلة لنانسي، أني أنا مش لألا، أنا بدي توجه ل يعني الله يطولها بعمرها ويعطيها الصحة، لأن أنا بعرف شو بتتعب هي، وبعرف شو بتعاني من السفر من الحفلات من كل شيء وهيدا، وبرضه هيدا كله على قلبها مثل العسل. أنا بعرف هالشيء لأنه هي بتحس على حالها أنه هي ملك الناس، ملك كل الناس اللي بيحبوها. وبالله الله يوفقها. الكلمة عندك نانسي، يعني تعليقك على اللي سمعتيه، خصوصا ما أشيع عن خلافات بينك وبين الأستاذ لامارا، وهل تتخيل يعني هل ممكن تكونوا كل واحد على حدا بالمستقبل من ضمن التغييرات اللي حكيتي عنها؟ هل من ضمنها يكون انه يمكن تستقل تكوني مستقلة تكوني لوحدك، ولا لا هالشيء مش موجود؟ ما هو انا بس كون انا وجيجي، يعني انا لوحدي وقتها بكون جيجي هو وانا، يعني هو لوحده. طيب ليش اشيع انه يعني بعد زواجك انه صار في خلافات وممكن تتركوه وكلام من هالنوع؟ اشيع كثير لانه في ناس بحبوا انه يفكروا هيك. نعم. يعني بيكون يمكن ما في شيء شغلهم يمكن الا انه يفكروا بهيك امور يعني. بس الحقيقه هو انه جيجي وانا اكبر بكثير من انه نختلف يوم او انه يصير في اختلاف بوجهه النظر. نحن اكبر من هول كلهم، اكبر من الاشاعات اللي بنسمعها، لانه صراحه شغلنا واهتماماتنا واعمالنا اللي جايه والاشياء اللي بنفكر فيها على صعيد يعني على مستوى كبير كتير ومستوى عالي جدا، بعد ما عنا الوقت كتير انه نفكر بالاشياء الصغيره اللي بتمرق. بس ممكن احيانا تتضارب ارائكم حول اختيار اغنيه معينه، نص معين، شعر يعني أكيد. لحن هول ما في مهرب غنيه انت تتوقعي انه هاي رح تنجح كتير يحصل العكس، او يتوقع هو يعني بتصير هالامور؟ هيدي طبيعي انها تحصل، هذا شيء طبيعي انه يحصل لانه هذا اسمه نجاح، هذا اسمه يعني بنحكي كثير وبنتشاور كثير، واوقات يمكن يكون رايي مختلف كليا لا. عن رايه. مين بصيب اكثر بهالموضوع هذا؟ على كل حال بس بالنهايه هو اختلاف، هو يعني وجهه نظرنا بيعود لنجاحنا. نعم. نجاحي من نجاحه ونجاحه من نجاحها، يعني بالنهايه نحن ما بنختلف لانه بنعرف انه هيدا شيء لمصلحتنا وهيدا شيء لا. ان شاء الله بتضل يعني التوفيق حليفكم. وانا طبعا بشكر الاستاذ جيجي لانه تعاون معنا جدا على يعني حصول هاللقاء وانجاحه. وانا بقول دائما انه جيجي هو بيغني عن اكيب عمل كبير، وهذه حقيقه يعني مش بالكلمه. يعني في فرق ما انه فنان يكون حاطط كثير ناس انه يشتغلوا له، على انه يحط شخص قد كل هالناس واكثر. جيجي هيك
موفقين دائما، استراحة سريعة ثم نتابع.